الشبهة الخامسة قالوا لنا انتوا شديدين وانتوا جماعة الجرح وانتوا مجرحاتية. طيب الناس اللي قالوا فينا مجرحاتية كلمتهم اللي قالوها فينا دي مجرحاتية دي هم قالوهم هي تجريح ولا تعديل؟ تجريح. إذن هم ذاتهم معانا في الجماعة تحت التجريح، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. قالوا انتوا شديدين، وسبحان الله بينكروا الشدة وشدة أهل السنة على أهل البدع وعلى أهل الشرك تلقاهم هم لينين وسايحين عديل. لاحظ انت في الواقع كله تلقى لين لمن بقى مش ملبن بقى جلافيط عديل مع أهل البدع ومع أهل الشرك. والله تلقاه الصوفي يغبله ويسلم عليه، ما شفت ناس اسمها العثمان؟ ما شفت عشوا مع الكباش، ثاني يوم عشوا مع الصايم ديما، وهسه في العيد ده عملوا برنامج ده، والله لو ما في الا ده لكفى ضلالا ودليلا واضحا على ضلال جماعه انصار السنه المحمديه في السودان. ده كفايه جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسمع واحكم أنت براك. الحركة الإسلامية ولاية الخرطوم، حركة إسلامية دي منو؟ أخوانا مسلمين. برنامج معايدة عيد الأضحى المباركة الاثنين 14 ذي الحجة 1438 الموافق 4/9/2017 المكان الساحة الخضراء. يا تعيد يعني قبل كم سنة؟ ها؟ العيد هسه قبل اسبوع ده عيد اها حصل شنو البرنامج؟ قال القران الكريم الشيخ الزين محمد احمد الزمن 5 دقائق ما جدول كده 3 جداول. كلمه ترحيب الشيخ عبد القادر محمد زين ده تابع لوين اخوانا مسلمين 5 دقائق. فاصل انشادي، شوف الكلام ده كيف، فاصل شنو؟ إنشادي. فاصل إنشادي فرغة الصحوة 10 دقائق. أنت خذ خطوط تحت الحاجات دي حيجيك بلاوي تحت وغنابل ثقيلة جدا. شعر محمد الأمين المبارك الوقت 5 دقائق. كلمة الضيوف والمشاركين الإخوان المسلمين ممثل الجماعة 5 دقائق. الطرق الصوفية الخليفة الطيب الجد الخليفة عبد الوهاب الكباش 10 دقائق. فاصل إنشادي غرش الطيب 5 دقائق. المؤتمر الشعبي ديل جماعة الترابي أسوأ بشر ديل، دكتور علي الحاج 5 دقائق. ممثل أنصار السنة المحمدية المركز العام دكتور إسماعيل عثمان الماحي 5 دقائق. العلماء واساتذه الجامعات دكتور عبد الحي يوسف دكتور محمد الامين اسماعيل 10 دقائق. هذا الامين ده بيلعب وين؟ ده الاصلاح. واسماعيل عثمان وين؟ المركز العام. يبقى انصار السنه كلهم جوا معاهم منو؟ صوفيه، مؤتمر شعبي، اخوان مسلمين، انشاد، غنى، فرقه الصحوه، ولسه شوف تيت قال فاصل مديح عبد الله الحبر 10 دقائق. مديح صوفية 10 دقائق. حركة الإصلاح الآن دكتور غازي صلاح الدين 5 دقائق. الإخوان المسلمين ممثل الجماعة 5 دقائق. منبر السلام العادل الطيب مصطفى 5 دقائق. فاصل إبداعي طبعا ده معروف، فاصل إبداعي إبداعات الشباب والطلاب 10 دقائق. كلمة الأمين العام شيخ الزبير أحمد الحسن، كلمة ضيف الشرف نائب الرئيس، الختام القرآن الكريم 5 دقائق. وإنت الحكم. أسلوبنا شديد على الجماعة ديل؟ والله مستعدين نجيب حلاوة ملبن ونوزع عليهم. صار السنة هاك، إسماعيل عثمان هاك، كرتونة عبد إسماعيل هاك، دكتور خالد هاك، ما في مشكلة، بس ورونا الكلام ده مش دايرين أسلوب طيب ما في مشكلة، نوزع لكم حلاوة تب وكيك وزلابية وكله. الكلام ده في دين الله كيف؟ بس هسه أسلوبي ده حار؟ في النقطة دي حار؟ ما حار، أنا قريته بس. ومستعدين نوزع لهم حلاوه، كل شيوخ انصار السنه اصلاح، مركز عام، جمعيه، صفوجيه، كلهم. رايكم شنو في الكلام ده؟ دارين فتوى مستعجله.
دي العلماء قالوا قال جامعة المدينة وقالوا جامعة الإمام محمد سعود ونحن قالوا صعاليك كويس صعاليك دارين فتوى في الكلام ده. وهل بيجوز لبشر بشر على وجه الأرض على وجه الأرض أو نزل هسع من كوكب المريخ أو زحل أو عطارد يبقى أنصار سنة بعد الكلام ده بيجوز؟ أنا ما دار أفهم، أنا دار فتوى. يسأل منا رب العالمين يا أخي النازل مش مبرشوا النازل، أنا ما أعرف نحن حي تعجز جميع الكلمات في التعبير عن ضلال هؤلاء. والله جميع الكلمات انتوا سمنا على الحسن حبايب، انتوا أحباب أحباب وأصحاب أصحاب، انتوا صوفي أصو تم ماذا نزعوا بهذا الكلام؟ هذا كلام يقوله ذو العاقل فضلا على إنه ينصب نفسه عالم زورا وبهتانا ورئيس جماعة والرئيس العام دخل والرئيس العام خرج والرئيس العام طلع وركب وطار. يا ناس والله كلام باطل وده أبطل من الباطل ذاته. يا ناس اتقوا الله خافوا الله. نسألكم سؤال براح بأسلوب طيب، ليه سميتوا نفسكم أنصار سنة؟ ربنا قال هو سماكم مسلمين؟ قالوا لنا عندنا فتوى من الشيخ بن باز واللجنة الدائمة في أربع صفحات موجودة ضمن فتوى اللجنة الدائمة جوزت لنا الكلام ده. صح كلامكم صحيح وأنا قريته وعندي محتفظ بها، لكن في أشياء بن باز قال الاسم ذا ليس حزبيا وإنما تمييزا للجماعة عن جماعات أهل البدع. أها الليلة ده شنو؟ أنتم مع الصوفية؟ مع الجبهجية؟ إخوان المسلمين؟ حركة الإصلاح الآن؟ مؤتمر الشعب؟ مؤتمر الوطن؟ فرقة الصحوة؟ مديح بتاع صوفية؟ شرك؟ أنتم قاعدين تهللوا في راسكم والعمة بتاعتكم؟ ليه؟ قال الاسم ده عشان يتميزوا به. هل متميزين الان من اهل البدع؟ يا اخي ما متميزين يا جماعه، ما متميزين ابدا ابدا ابدا. فقضيه الاسلوب دي شبهه بيجيبوها عشان يمنعوا بها شنو يا جماعه؟ الحق ما يصل للناس، والا الناس دي اسوء اسلوب. الحزبيين دي اكثر ناس قليل ادب مع العلماء. مختار البدري ده الان لافم عن صار السنه وعندي له محاضراتنا عمل باسم الجماعه في عبر او الدامه باسم عديد باسم الغرش. هسه هسه قريب مختار البدري بيقول شنو في العلماء؟ بيقول ربيع سفيه وما يحسن قراءه الفاتحه، وربيع بن هادي محمد هادي قادر رجالكم زادوا. فسر لي رجالكم ليه يعني شنو؟ دي قله الادب ولا ما قله الادب؟ ودي سأل العلماء ولا ما يسأل؟ قال الفوزان عنده تكفير ذاته وانا زاده قال برد على العلماء. كذاب طبعا، كذاب كذب على العلماء. عرفته الهوالي قال شنو عن عبيد الجابري؟ قال لا يزال في طور من لا ينتقد. لما زريناه والردود انتشرت ومشت بره وجوه خاف على المصالح. دول بيصرف من الملحق الدين السعودي، خاف من الجابري. قال والله انا ما كان قصدي عبيد الجابري ذاك. قال انما لما قلت عبيد الجابري وهذا الكلام فيه انقدح في ذهني عبيدا كان شابا معنا في الكلية غير عبيد الجابري الذي يا ناس طيروا يا اخي. يعني والله على المداد لو غشيت فيها طفل يلحس حلاوة مصاصة. عرفت اقول لك يا بابا انت قطع ما ممكن تخدعنا في الكلام ده، لانه الاصل كان سؤال قدموا له قال ما رايك الشيخ عبيد الجابري طوالي هدا، لانه الشيخ عبيد الجابري ده علم معروف طوالي رده والله ولا قال عين فدي ما علينا. طيب ها لما شتمت شيخ ربيع الشيخ الالباني قال لا يطعن في الشيخ ربيع والشيخ مقبل الا احد رجلين، اما جاهل والجاهل يعلم، ده الشيخ الالباني قال مش انا، واما صاحب هوى. يلا الهوى يختار هو جاهل ولا صاحب هوى. دي فتوى الشيخ الالماني الامام المحدث الان موجود نسمعك له ولا. فالحكايه ما حكايه اسلوب، لازم تعرف النقطه دي. مشكلتنا مع النازل وغيرهم حكايه منهج والرد على قضيه الشده في الاسلوب. واحد سال الشيخ الالباني قال له يا شيخ بعض الناس ينكر عليك الشده في ردك على البوطي. البوطي ده صوفي وشيعي ورافض وبيسمع له المغامسي والمجامع اللي بيسمع له واشعر وزبالة الآمي حاجات كثيرة من أهل البيت.
الألباني رد قال للزول قال لي لا ينكر الشدة على أهل البدع إلا أحد رجلين برضو إما جاهل وإما إخوانجي من جماعة الإخوان المسلمين. قال له أنا الآن أديك حديث في قضية الشدة على أهل البدع وعلى الشرك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه. هن أبي عن الذكر أبي الذي يدعو إلى شرك أو إلى منهج جاهل أو إلى قبلية أو إلى جاهلية وفي معاني ذكر العلماء في المعنى بتاع الحديث. قال قل له عضي ذكر أبوك. قال له أنت رأيك شنو بالشدة دي؟ دي قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الناس اللي بيقولوا الأصل في الدعوة واحدين يقولوا الشدة واحدين يقولوا اللين وذاك الدجال البدعي حاب قال الأصل فيه اثنين شدة ولين وده جاب له بدعة جديدة. الأصل في الدعوة الحكمة. ربنا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية. فالحكمة أحيانا تقتضي الشدة واضربوهم عليها وهم لعشر سنين مروهم بالصلاة ومن سمع واضربوهم. الضرب ده شدة ولا لين؟ شدة. لكن هنا حكمة ولا ما حكمة؟ لو قلت ما حكمة تكفر لأنه الآمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد تقول دي حكمة. لكن كان الشدة. فإذا الحكمة أحيانا تكون شدة والحكمة أحيانا تكون شنو يا جماعة؟ لين. لكن اللين في موضعه حكمة والشدة في موضعه حكمة والشدة في موضع اللين عدم حكمة واللين في موضع الشدة عدم حكمة. إنما الحكمة الشدة في موضعها واللين في موضعه. والشبهات حول الدعوة كثيرة أنا كنت راصبة لكن لعله زمن داخل نحن على سفر. جزاكم الله خير بارك الله فيكم.